مصر بلد الميت مليون مصري، ناس طيبين بسطة وقريبين لبعض، عايشين اليوم بيومه على أمل إن بكرة يبقى أحسن. بس في ناس ولا عياذ بالله ما يفرقش معاهم لضمير ولا ناس ولا بلد. الهمة يا رجالة، الهمة. خد لك كم متر من الطريق العمومي، هو يعني حد واخد باله؟ أهو الواحد يأمن سكن عياله. التراخيص طلع بتلاتة، شد حيلك انت بقى وخليهم أربعة خمسة. بس دي كده مخالفة كبيرة يا سيدي، هاد احنا بنسكن الناس. واحد بيأمن سكن عياله والتاني بيقول بسكن الناس وكأنه بيمن عليهم لما يموتهم. بص في المراية انت وهو وشوف صورتك وصورة فسادك. بلدنا صحيح فيها 100 مليون بس ما هيش سايبة الناس اللي لا يفرق معاها فقير يزيد فقره ولا تعبان يزيد تعبه. لازم تعرف ان ربنا زي ما سترهم برضو هيكشف سترهم وغشهم. فسادهم عمره بقى قصير عشان مصر فيها 100 مليون جدع. لو بصينا في المراية هي دي الحكاية.